اهلا وناسي وانا ناسي، اهلا بيكم في الحلقه الاخيره من برنامج ذا جيم للسيزون الثالث. في الحقيقه النهارده حلقه مختلفه، لان احنا النهارده بنستضيف اكاديميه نيلي. اكاديميه نيلي ليها انشطه متعدده هنعرفها النهارده مع استاذ محمد عبد الغني والاستاذه ساره خالد. اتفضلوا. اهلا وسهلا. اتفضل. عاملين ماتشنج النهارده. عاملين ماتشنج تحفه. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ الحمد لله بخير. استاذ محمد، انا عايز اعرف الانشطه اللي بتقدمها بالظبط اكاديميه نيلي. احنا المفروض متخصصين في الباليه، تمام، وعندنا انشطه تانية بقى، رسم وجمباز ويوجا وزومبا وكذا نشاط يعني بنقدمه في الاكاديمي يعني. استاذه ساره، هل في شروط معينه عشان الطفل يقدم، وبتقبله من سن كام لكام سنه؟ هو السن المناسب بيكون من 4 سنين، بيكون الطفل بدأ ان هو يستوعب، ان هو يتعلم، يعني يكون اللي هو مخه اللي هو بدأ يفهم. طب هل في شروط معينة عشان يقدم الطفل في أكاديمية نيلي؟ لازم بقى يبقى في موهبة، يبقى عنده موهبة طب هو طفل صغير، فلو هيتعلم باليه هيجي بموهبة ازاي؟ لا، لازم يبقى في ودنه تبقى موسيقية، دي رقم واحد. يبقى عنده ليونة، يعني في اختبارات قبل ما طبعا بيبقى في تيست قبل ما بنقبل اي حد. لازم يبقى في ليونه وودنه موسيقيه، بيبقى في استيعاب، بيبقى في توافق عضلي عصبي في ذهنه، وهو بيبقى شغال مع الحركه. طيب لو في طفل يعني قدم في الاكاديمي وما عندهوش ليونه، هو عايز يتدرب، ايه الحل؟ ممكن بقى ان احنا بنحاول نطلع منه الموهبه، بتساعدوه برضو علشان يتاهل للشروط اللي الاكاديمي بتوافق عليها. لما بيجي بالموهبه احنا بننميها بقى. اشكركم جدا، وبرضو رقم اكاديميه نيلي على الشاشه تقدروا تتواصلوا، وهي مكانها في مدينه في مصر الجديده. مكانها في مصر الجديده، وبرضو العنوان هيظهر على الشاشه. وتعالوا بقى نشوف المواهب النهارده للاطفال مجهزها لنا من اكاديميه نيلي. يا الله وين اللولو؟ يا الله وين اللولو؟ واحنا دلوقتي في فقره اللعب مع لولي من اكاديميه نيلي، وزي ما انتم شايفين دلوقتي الاطفال جميله، دراستهم احلى يعني بصراحه ما شاء الله. انا عايزه اخدهم كلهم في الحلقات الجايه كلها. طيب دلوقتي هنلعب لعبه السلم والتعبان، وطبعا اللعبه دي كل الاطفال بتحبها. هنشوف هنختار مين عايز يلعب لعبه السلم والتعبان. انا. مين؟ تعالي وهنختار. تعالي بصوا بقى، انت هتاخدوا الزهر وهتحذفوهم، كل واحد ليه 3 حذفات بس. هتحذفي اول حذفه والرقم اللي هتجيبيه هتقفي عنده هنا، تمام؟ يلا احذفي. 2، اقفي عند رقم 2. يلا هاتي الزهر بسرعه واحذفيها. برافو، شطورة. 6، سقفولها سقفة كبيرة قوي. تعالي عند 6 وخدي الزهرة تاني، احدفي تاني. لا، رقم 6 اهو، احدفي تاني. اللي بيجيب 6 بيلعب مرتين. احدفي. شطورة، يلا احدفي. رقم 2، تعالي عند 8. برافو عليك. لا، 8 اهي، بصي على الرقم بيبقى اهو. يلا احدفي تاني، خدي الزهرة بسرعة. بنروح على الزهر. رقم 3، تعالي خدي الزهر واحذفيها. يلا اسرع. برافو، يلا شطوره. رقم 6، ايه ده؟ برافو عليك، سقفلها سقفه كبيره قوي. 1 2 3 4 5 6. لا، تعالي عند رقم ال 14. ايوه، خدي الزهر التاني احذفيها تاني. اللي بيجيب 6 بيلعب مرتين. رقم 5، 1 2 3 4 5. تعالي عند الرقم 19. 19، انت بصي الارقام اهي، ده رقم 19. يلا تعالي خدي الزهر بسرعه. اخر حدفه الاول تيم، هنشوف مين اللي هيكسب. بالراحه. 1 2 3 4. تعالي عند الرقم 9 وهتطلع لي السلم لل 31. ده فعلا لو لعبت يا زهر. برافو عليكي، تعالي هتحذفي اخر حدفه. بنروح على الزهرة. 4، 1 2 3 4. هتقفي عند الاثنين هتقفي عند الاثنين وثلاثين. لا، 23، معذرة، 23 هنا. انتي اسمك ايه؟ هيلدا. سقفوا سقفة كبيرة قوي لهيلدا، عشان هي اللي كسبت في أول لعبة، بس لسه في ألعاب تانية عشان تكسبي فيها. يلا كل واحد مكانه كده، الفريق ده هو اللي واخد نقطة، عايزين بقى الفريق ده يكسب. نختار مين؟ تعالي نختار مين تاني. تعالي، يلا هناخد الزهرة، تعالوا جنبي هنا.
ابدأي تاخدي الزهرة وتحذفيها زي ما هما كانوا بيعملوا، بس أسرع نلحق بسرعة. أربعة. أوه تعالي عند الأربعة، اطلعي بقى 14، ما هو السلم أهو، أنتوا مش عارفين السلم والتعبان. يلا هاتي الزهر بسرعة. أه ستة، برافو عليكي. بصي عشان طب بنروح على الزهر ازاي، جابت ستة شاطرة. تعالي هنا ستة والعبي تاني، خدي الزهرة تاني أسرع. خمسة، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، تعالي عند رقم 11، يلا خدي الزهرة على طول بسرعة. عاش. عارفة دي بكام اللي انت بتحذفيها دي؟ ممكن تحذفوا الزهر كده عادي وبيجيب ستة، شفتوا بتعملوا بالروح بيجيب ستة. انت جبتي اتنين، واحد اتنين، لا عند اللي هنا 16، برافو عليك. يلا تعالي خدي الزهرة أسرع. يا ترى مين هيكسب؟ أنا عايزة أعرف قوي. ستة تاني ما شاء الله. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، تعالي عند الأربعة وعشرين، لا ثواني عند الأربعة وتلاتين هنا. أه برافو عليك. يلا العبي تاني، اللي بيجيب ستة بيلعب مرتين، اللي هينسى مش هقوله بعد كده. واحد اتنين تلاتة أربعة، تعالي هنا 38، برافو عليكي. يلا اخر حدفة، تعالي خدي الارقام اهي اهي، الارقام اهي. يلا شفتي جبتيها بالروح جبت ستة ازاي؟ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، 21. اوه اطلعي السلم، اطلعي 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 لحد هنا 65. العبي تاني، خدي الزهر تاني. واحد، لا ما انت كده طلعتي عند التعبان كده كده، برافو عليك. انت اسمك ايه؟ كارما. كارما، سقفوا سقفه كبيره قوي الكارما، اتفضلوا. طيب انتوا جاهزين نلعب لعبه تانية؟ اه. لا مش سامعه، جاهزين؟ جاهزين. يلا بينا. ودلوقتي مع لعبه جديده في فقره اللعب مع لولي، وهنشوف بقى الاطفال يعملوا ايه في الفقره دي. نختار، نختار مين اللي لعب اللعبه اللي فاتت؟ مين انا؟ طيب مين اللي ما لعبش؟ تعالي تعالي تعالوا تعالوا جنبي هنا. بصوا اللعبه دي عباره عن ايه، انت اختاري لون، تختاري اللون، تعالي جنبي تعالي جنبي، تختاري لون ايه؟ البينك. وانت تختاري لون ايه؟ ازرق. بصوا بقى كل واحده ليها باسكت، تمام؟ المفروض هنا في كور كتيره لونها بينك، وهنا في كور كتيره لونها ازرق. اللي هيخلص الكور بتاعته اكتر في الباسكت لحد ما عد من واحد لعشره هو اللي هيكسب، اتفقنا؟ جاهزين؟ لا مش سامعه، جاهزين؟ جاهزين. شاطرين، يلا ابدأوا. اسرع اسرع، لا احذفي ما تستنيهاش، احذفي وحلي الجايه في الباسكت، خلصي الكور بتاعتك اسرع. برافو عليكي، حمسوها، بصي بتحمسها ازاي، ما تقربيش، ارجعي زيها ارجعي اسرع. يلا مين اللي هيجيب كوره؟ اوه برافو، سقفوا لها، برافو، يلا بسرعه اسرع اسرع، هاتي كوره زيها اسرع. بس التايم خلص، التايم خلص كده. اسمك ايه؟ هنا. هنا، نسقف سقفه كبيره قوي لهنا، برافو عليكي يا هنا، اتفضلوا. مين ما لعبش تاني؟ انا. تعالوا، لا انت لعبتي صح؟ لعبتي بس في بس انا عايزه العب اللعبه الثانيه. هنشوف العاب ثانيه، اختاري اللون الايه؟ الاحمر؟ طيب وانت اختاري الاحمر، يلا ابدأوا. يلا اسرع ابدأوا. اوه برافو، سقفوها سقفه كبيره، عاش. اسرع اسرع يلا، ما تضيعيش الواحد اللي انت جبتيه، اسرع، برافو، اسرع اسرع، عاش. التايم خلص، التايم خلص. اسمك ايه؟ زيليا. سيليا، سيليا، نسقف سقفه كبيره قوي لسيليا، برافو عليكي يا سيليا. جاهزين للعبة اللي بعدها؟ طيب
اقول لكم على حاجه بقى لو انتوا فاكرينها. فاكرين لعبه المنديل زمان؟ مين اللي فاكراها؟ طيب بصوا، لعبه المنديل دي عباره عن ايه؟ انا معايا منديل، انت رقم 1 2 3 4، 1 2 3 4. انا اما اقول رقم 1 اللي هيلحق بسرعه يجي ياخد المنديل ويرجع مكانه من غير ما التاني يمسكه يبقى هو اللي كسبان. اتفقنا؟ جاهزين؟ يلا بينا. رقم 3 3. طب روحي مكانك، خدتيه روحي مكانك على طول. برافو عليك. ايه ده؟ انت اول ما بتسمعي رقم 3 تيجي بسرعه وترجعي مكانك، يعني تاخديه وترجعي مكانك. مش هنحسب اللي فاتت، تمام؟ عشان هي كانتش لسه فاهمه. يلا رقم 4. كسكريه بكل حماس. واحد ليهم. رقم 1. خدي مكانك ورجعي على طول، برافو عليكي. كده 2، ما هو دي رقم 1 وهي رقم 1. عايزه ما اقولش 2. انا رقم 1. رقم 1 2 3 4. رقم 4. انا مسكتها الاول. هي اللي مسكتها الاول. مين مسكها الاول؟ مين؟ رقم 3. هي اللي مسكتها الاول. رقم 1. جميلة. آخر رقم، آخر رقم في اللعبة هو رقم 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 2. سقفوا لنفسكم سقفة كبيرة قوي. كنتوا مبسوطين في الألعاب دي؟ جاهزين للفقرات اللي جاية؟ يلا بينا. ودلوقتي مع المجموعة التانية وهنلعب لعبة السمكة. هنشوف بقى نختار لين. تلعبي لعبة السمكة؟ ونختار مين؟ مين عايز تلعب لعبة السمكة؟ أنا. تعالي. الدرس بتاعك حلوة، بحب اللون الأحمر. بصوا بقى لعبة السمكة هتبقى ازاي؟ هتصطادوا سمك. احنا هنسيب الكيو كارد. انت عارفة اللعبة؟ انا عارفة. لين مش مصرية. ممكن هيسمالك كده. شاطرة. هنعمل كده ونصطاد السمكة. بس بصوا بقى قربوا اقول لكم على سر. لازم تحطوا في المغناطيس اللي هي دي. بصوا فين كده جبتوا السمكه. استنوا استنوا عشان تسقفوا لي. يلا سقفوا لي سقفه كبيره عشان اصطاد. شطوره يا انا. يلا جاهزين؟ السناره بتاعتك، السناره بتاعتك. يلا ابداوا. انا بس اخد البط بتاعي. بتحطوا البط ليه في ال... يلا عد لهم من 10 لواحد. لا، من 10 9 اسرع. برافو. سقفوا لها سقفه كبيره قوي. سقفوا لين سقفه كبيره. اسمك ايه؟ لارا. سقفوا ليارا. لارا. برافو. اسرع اسرع. اوه سقفوا لارا تاني سقفه كبيره. اعملي دي كده. لا ما تلمهاش، تبيها كده، سيبها كده هي تصطاد. يلا اسرع. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. سقفوا اللارا سقفه كبيره قوي قوي قوي. وسقفوا اللين برضو. برافو يا لين. سارة لارا اختارت 4 ولين اختارت 2. يلا كل واحد مكانه. لا انا عايزه العبي تاني. حاضر هلعبك العاب تانية. لارا تعالي هنا. لين تعالي هنا. لا لا مكانك. تعالي هنا. حاضر اللعبي دي تاني. هنلعبها تاني. حاضر. تعالى يا محمد. نختار محمد. اتفضل. نختار مين؟ اسمك ايه؟ سيلين. تعالى يا سيلين. يلا جاهزين؟ هاخد البطه الكبيره بتاعتي. يلا ابداوا. خدي بطه. لا السمكه مقلوبه اهي. اسرع. يلا برافو. سقفوا لها سقفه كبيره قوي. برافو يا محمد. اللي يصطاد يحطها هنا. تمسيها في الميه.
احط عندك انت في الطبق بتاعك انت، مش انت اللي هتعمل دي. يلا اسرع، 10 9 8 عدوا معايا، عدوا معايا، 7 6 5 4 ردوا على مسدس صوت، 3 2 1. نسقف لهم سقفة كبيرة قوي قوي قوي. كام وكام؟ هنا 3 وهنا 2، يبقى سلين اللي كسبت. نسقف لسلين سقفة كبيرة قوي، ونسقف لمحمد. برافو عليك يا محمد. نختار مين؟ نختار مين؟ تعالي نختار مين؟ نختار مين؟ تعالي. اسمك ايه؟ أيلة. أيلة، يلا ابدأ. كل الأسماء النهاردة باللام والسين. أنا بال، بصي ايه ده كده، بطه عنده ميه جوه. يلا لا استنوا، لسه هنبدا ثواني. يلا جاهزين؟ سيبوها هي بتزغط البط، سيبوا لين بتزغط البط. يلا ابداوا. اسرع لين، هتتغرقي كده. تعالي وهب الميه، تغرقي كده. يلا اسرع اسرع، تعالوا تعالي تعالي من الجنب كده. خدي البطه الصغنطوطه حلو. يلا اسرع، يلا نعد، هنعد مع بعض بس بصوت عالي، اتفقنا؟ يلا يلا نعد مع بعض، 10 لا بصوت عالي، 9 8 7 6 5 4 3 2 1. نسقف لهم سقفة كبيرة قوي 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 قوي. مين؟ تعادل، 3 هنا و 3 هنا. يلا مين اللي هيلعب؟ تعالي. مين هنا اللي ملعبش؟ تعالي يا لين. لين تسيب البطة، انت كده هتبلي. تعالي جنبي، تعالي جنبي هنا. يلا جاهزين؟ طب احنا ممكن نشجعه، اللي يكسب نشجعه ونسقف له سقفه كبيره قوي، اتفقنا؟ يلا. انا مش شايفه اي واحده معايا. انا مش سامعاك. اعدليها. انا مش سامعاك. ابداوا. انا مش سامعاك. خدي البطه. اسرع. انا هيحطها في الميه. برافو. انا هيحط البطه في الميه. خليها معاكي عشان هي مش عايزه تشرب دلوقتي. بسرعه اسرع. يلا 10 9 8، فين الصوت العالي؟ مش سامعاكوا ليه؟ 7 6 5 4 3 2 1. نسقف لهم سقفة كبيرة قوي قوي. مش سامعة السقفة ليه؟ فين السقفة؟ هي اللي كسبت، هي جابت 4. اسمك ايه؟ ليلي. ليلي جابت 4 وانت اسمك ايه؟ مارينز جابت 1. يبقى كده التيم اللي كسب معانا. هنشوف اللعبه الجايه، هنشوف اللعبه الجايه. متحمسين للعبه اللي جايه؟ جاهزين؟ مش سامعه. انتوا كده نايمين، فطرتوا ولا ما فطرتوا؟ انتوا ما فطرتوش. يعني انتوا جاهزين؟ يلا بينا. دلوقتي مع لعبة جديدة وهي الكرسي الموسيقي، وهنشوف بقى مين الأطفال اللي هتلعب معانا دلوقتي. مين اللي عايز يلعب لعبة الكرسي الموسيقي؟ مين؟ تعالي وتعالي. هنسمع موسيقى، أول لما تقف الموسيقى اللي هيلحق يقعد على الكرسي هو اللي هياخد النقطة. يلا جاهزين؟ الموسيقى تشتغل. بتجروا حوالين الكرسي، أسرع. برافو. نسقف لها سقفة كبيرة، هي اللي قاعد الأول. برافو. مين نختار؟ مين؟ لين تعالي. ونختار مين؟ ليلي تعالي. أنا لسه ما لعبتش. تعالي سيلين تعالي. يلا جاهزين؟ نشوف كده معانا مين اللي كسب. كده معانا نقطة، نقطة هنا، تمام؟ يلا نبدأ. نسقف لهم، يلا نسقف، كلنا نسقف. نسقف لها سقفة
كبيرة سيلين اللي خدت النقطة، يبقى نقطة هنا ونقطة هنا. يلا يا ليلي مكانك، نختار محمد، تعالى يا محمد ونختار مين؟ تعالي. يلا أسرع. يلا نشغل الموسيقى. مساحة مسافة كبيرة يلا. واسمك ايه؟ لارا. لارا سقفي لارا سقفة كبيرة قوي كده. هنا 2-1. مين تاني ما لعبش؟ تعالي. انت جميلة قوي، شبهي وانا صغيرة اعتقد، نفس الملامح. مين تاني ما لعبش هنا؟ تعالي هتكسبي، اللي بيخاف بيكسب. يلا جاهزين؟ يلا موسيقى تشتغل. سقفة مسافة كبيرة يلا. مين سقفي زيهم؟ زعلانة انت خسرتي؟ تلعبي تاني؟ مين؟ انا ما خدتش بالي، مين؟ هي؟ نساء قافله سقفة كبيرة قوي كده. 2-2. انت زعلانة ليه؟ طيب تعالي هتلعبي تاني واكسبي، اتفقنا؟ يلا. مين اللي عايزة تلعب مع لين؟ انا. اختاري، تختاري تلعبي مع مين؟ تعالي يلا نلعب تاني عشان لين زعلانة ان هي خسرت أول مرة. يلا بس ما حدش بيخسر، كلنا بنكسب في الآخر. نبدأ نشغل موسيقى تاني. ركزي أسرع يلا. لسه برافو ليني اللي كسبة فعلا، قعدت الأول، مش بتحيز، لا والله قعدت الأول، برافو. نسقف لها سقفة كبيرة قوي، نسقف لنفسنا كلنا. كنتوا مبسوطين؟ جاهزين للألعاب اللي جاية؟ يلا بينا. بس يا الله وين اللولو؟ بس يا الله وين اللولو؟ ودلوقتي مع المجموعة الثالثة، واللعبة دي لعبة مختلفة شوية، بتعتمد على سرعة البديهة. اللعبة عبارة عن ايه بقى يا بنوتاتي حلوات؟ بصوا انا دلوقتي هقول رقم 2، كل 2 بيقفوا بيمسكوا في ايد بعض، تمام؟ طيب لو انا مثلا قلت 2 مع 2 و2 كده تمام. طب لو قلت 3 3 و3. طيب لو قلت 5 هيبقى في 5 هنا واقفين، وفي واحده هي اللي خسرت، دي لما لحقتش تقف ايه مع المجموعه. فهمتوا اللعبه؟ بالمجموعه تقف على حسب الرقم اللي انا هقوله. لا بنقف عشوائي، يعني مش كل واحد مع التيم، يعني مثلا لو قلت 4 انت ممكن تروحي معاهم، يبقى الاثنين دول خسروا. فاهمه قصدي؟ جاهزين؟ طيب رقم 3، شاطرين برافو عليكم. رقم 2 بس بسرعه بقى، يعني اصل خلاص ما هي جنبك اهي. رقم 5، لا انت كده خسرتي، تعالي جنبي. رقم 3، انتوا بتعملوا ايه؟ تعالوا انتوا الاثنين جنبي. رقم 1، برافو عليكي. رقم 2، برافو عليكي، تعالي جنبي هنا. ما هو كده هلعب انا معاكم، الله عايز العبها، تعالوا قولوا حد فيكم يقول رقم. هي كده اللي كسبت، نسقف لها سقفه كبيره قوي. يلا كل واحد مكانه، مستعدين نلعب لعبه تانية؟ بصوا انا حبيتكم، هديكم لعبه من عندي. تعالوا نلعب لعبه الكور. ايه الكور دي؟ هقول لكم، ده باسكت هنا. عرفتها. لا طب سين سؤال، لان المخرج عايز يشيلها في المونتاج. انتوا بتحبوا المخرج؟ لا. بتحبوا المخرج؟ لا. لا بص. نقول اه ولا لا؟ نقول اه ولا لا؟ طيب بصوا هختار بنوته، تعالي. مين اللي كسبت؟ تعالي. تعالوا انتوا الاثنين. هتاخدي انت اللون الاحمر وانت اللون، انت البينك وانت الاحمر. هنشوف مين اللي هتحذفها، بس كل واحد ليه حذفه واحده بس. يعني احذفي الحول اللي جيبها في الباسكت. طب احذفي الكره بتاعتك. طيب كل واحد مكانه. تعالي وتعالي. لا مين اللي لعب؟ اه تعالي تعالي. يلا هنشوف مين اللي هتجيبها. احذف. ابدأي. يلا. طيب تعالي تعالي. نحاول نجيبها. يلا. محدش كسب بس عادي. احنا كده كده كسبانين في الدنيا ما تقلقوش. يلا جاهزين للعبة اللي جاية؟ لا مش سامعة، جاهزين؟ اه. قولوا ايوه جاهزين، جاهزين؟ ايوه.
يلا بينا. يا الله وين اللولو؟ يا الله وين اللولو؟ يا الله وين اللولو؟ ودلوقتي مع اخر لعبه في فقره اللعبه مع لولي، واللعبه دي بقى لعبه سرعه اكتر. انتوا على حظكم اصلا كل الالعاب اللي هي سرعه البديهه جت في الدور بتاعكم. طيب انا هقول كلمه من اغنيه، واللي هيقول الاغنيه دي اسرع بياخد نقطتين مش نقطه واحده. تمام؟ تمام. افكر 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 افكر. الله الله. اغنيه لعمرو دياب. اغنيه لعمرو دياب. الله على جماله في كده. الله. انا اللي خدت نقطتين. طيب بحر. البحر سمكة. سمكة. برافو عليكم. الاثنين ياخدوا نقطتين، هنا اتنين وهنا اتنين. لعبة ممكن نقول كلمة ايه؟ غششوني يا جماعة، مش من يسكن البحر خالص. عارفين مين عارف اغنية سبونج بوب من يسكن البحر؟ شفت مين من يسكن البحر؟ بتاعت الكرتون. بتاعت الكرتون. من يسكن البحر ويحبوه الناس. سبونج بوب سكوير بانس. مش فاكرة بقى. من اعماق البحر. طيب نقول اغنية كلمة جامدين. جامدين وما فيش الا احنا جامدين. برافو. نسقف لها سقفة كبيرة قوي. زهر. زهر. لو لعبت يا زهر. طب جاهزين للفقرات اللي جايه؟ يلا بينا. بس يا الله وين اللولو؟ بس يا الله وين اللولو؟ بس يا الله وين اللولو؟ واحنا دلوقتي في فقره الاسئله، ونبدا باول سؤال. السؤال الاول بيقول: ما هو اول جامع تم بناؤه في مصر؟ خالد بن الوليد، عمرو بن العاص، المسجد الاقصى. مسجد الاقصى مش في مصر. طب يبقى الحاجه الثانيه. خلاص انتوا كده خسرتوا النقطه بتاعتكم. لازم تتفقوا مع بعض. هم لسه ما قالوش. انتوا لازم تتفقوا مع بعض هتقولوا ايه الاجابه بتاعتكم. ايه؟ خالد بن الوليد، عمرو بن العاص، المسجد الاقصى. خالد بن الوليد. لا، هو عمرو بن العاص. مسجد عمرو بن العاص هو اول جامع تم بناؤه في مصر. ما هو الطائر الاسرع في العالم؟ الفراشه، النعناع، النعام، العصفور. النعام. إجابة صحيحة. يبقى انتوا هنا خدتوا نقطة. لازم تتفقوا مع بعض، كل فريق لازم يقول إجابة واحدة. تمام؟ قربوا من بعض كده عشان تبقوا فاهمين هتقولوا ايه. ما هو الحيوان الأسرع في العالم؟ الأسد، الفهد، التمساح. الفهد. برافو عليكم. إجابة صحيحة. يبقى هنا واحد وواحد. تمام؟ اتفقوا مع بعض عشان هشوف الإجابة. هي كانت عارفة الإجابة الصحيحة. ما هو أكثر الكواكب خطورة؟ عطارد، الأرض، المشتري. عطارد. إجابة خاطئة. المشتري. المشتري. إجابة صحيحة. لأن احنا عايشين على الأرض فمش هيكون خطر. ما شاء الله عليكي. احنا عايشين في الأرض فمفيش خطر، بس هو في الواقع مش هتكلم. ما هو أثقل حيوان على كوكب الأرض؟ الأسد، الحوت الأزرق، الدولفين. الحوت الأزرق. الدولفين. الحوت الأزرق. برافو عليكي. إجابة صحيحة. أنتوا قلتوا دولفين. ما هو أنتوا ما اتفقتوش مع بعض. هي قالت دولفين وأنتِ قلتي حوت. متى وقع صلح الحديبية؟ عام. واللي هيقول السؤال ده ليه ثلاث نقط. عام 6 هجريا، 7 هجريا، 3 هجريا. متى وقع الصلح الحديبيه؟ 7 هجريا. انتوا كام؟ 6 7 3. هي ايه اصلا؟ متى وقع الصلح الحديبيه؟ مين الصلح الحديبيه؟ اتاخدت في المدارس. ما بتذاكروش ليه؟ بتذاكر. طيب الاجابه الصحيحه هي 6 مش 7 للاسف. طيب جاهزين للفقرات اللي جايه؟ يلا بينا. يا الله وين اللولو؟ بس يا الله وين؟ بس يا الله وين اللولو؟ احنا دلوقتي معانا فقره الاسئله للمجموعه الثانيه. هسالكم اسئله وهنجاوب عليها. تمام؟ ما هو الرسام الذي رسم لوحه المانوليزا؟ دافنشي، الصاوي، الخطاب. برافو عليكي. اجابه صحيحه. ما هو اقرب كوكب للشمس؟ زحل، عطارد، الارض. الارض. عطارد. اجابه صحيحه. لا مش الارض، احنا عايشين على الارض. ما هو اكبر دوله في العالم؟ روسيا، مصر، امريكا. روسيا.
روسيا. روسيا، برافو عليكي، إجابة صحيحة. ما هو أكثر الكائنات البحرية ذكاء؟ التونة، الدولفين، الحوت؟ الدولفين. برافو عليكي، إجابة صحيحة، هم اللي قالوها أسرع. آخر سؤال، ما هي أطول سورة في القرآن الكريم؟ سورة الأنعام، الأعراف، البقرة؟ البقرة. برافو عليكم، إجابة صحيحة. نسقف نفسنا سقفة كبيرة. جاهزين للفقرات اللي جاية؟ آه. يلا بينا. بس يا الله وين اللولو؟ احنا دلوقتي فقرة المواهب بنستضيف الأستاذ علي حواس، هو باحث ماجستير في جامعة بني سويف وأخصائي إشراف هندسي ومساحة، وكمان بينمي موهبة الشعر عنده، فهو بالفعل شاعر. أهلا وسهلا، ازيك، عامل ايه؟ نورتنا النهاردة. جاهز؟ هتسمعنا شعر ايه؟ قصيدة اسمها، طب هتتكلم في المايك. قصيدة اسمها حبيتها. طب اتفضل. حبيتها وعمري ما انساها، وعد مني مش هسيبها، ده قلبي ما صدق لقاها، مستحيل استغنى عنها، مستحيل اعشق سواها. دي سنين العمر بتعدي، واملي ومنايا اعيش العمر وياها، هي في عيوني شايلها، ومش شايف في الدنيا الاها، هي في عيوني شايلها، ومش شايف في الدنيا إلاها. فقلبي وبين ضلوعي في فؤادي ساكن هواها. لو في لحظة عيني غابت، ولا تاهت حياتي مني، ألاقي حبيبتي عيشاها. هي تستاهل كل عمري، نفسي وروحي فداها. دي كل الدنيا ما تساوي لحظة الحب اللي عشناها، ده القمر من ضيها نور، ولقى نوره في عينيا نداها. ولما اشوف الضحكة منها، قلبي يضحك وينشرح صدري معاها. ولو دمعة تنزل من عيونها، ألاقي في عيوني بكاها. ولو دمعة تنزل من عيونها، ألاقي في عيوني بكاها. ومنين هيجي البكا وربوع الفرح ملياها، وفتحة ليوم اللقا كل الدروب حفظاها. والبنات في الساحة ياما بتتمايل ويا الشباب، إلا حبيبتي واقفة الملايكة حرصاها. ما لقيتش فيهم وصفها، فيها المشاعر مرهفة، والطيبة في الأصل جواها، بخاف عليها من الهوى، وبغير لو في لحظة مسها. دي جوه إحساسي مداها، حبيبتي أجمل عطايا ربنا، أصلي واسجد واشكره، وادعي من قلبي للي رباها. بحبك ياللي حبك نسى قلبي كل أحزاني، بحبك ياللي حبك نسى قلبي كل أوجاعي، نظرة منك تداوي جرحي وتمحي كل أحزاني، وتزيد ثقافتي في الحياة وتحل أيامي، يا أغلى من روحي، يا أجمل من كل أوصافي، يا أرفع من أي أشعار توصف قلبك الصافي، ده أنت البلسم لجروحي، وأنت الدواء الشافي. الله عليك، برافو عليك، ربنا يوفقك بجد، ما شاء الله عليك يا علي، ربنا يوفقك. وانا دايما بحس ان انا نفسي اكتب شعر، بس الموضوع بيبقى بالنسبه لي كده، يعني ما شاء الله انت مطول قوي في الشعر، وكمان جميل، يعني برافو عليك، ربنا يوفقك، نورتني يا علي بجد. تسلم لي، ربنا يعزك يا رب، ومتشكرين جدا على الاستضافه الجميله دي. تسلم لي، ربنا يخليك. اتفضل. كمان معانا النهارده مؤذن زغنطوط قد كده اهو، اسمه محمد، هنشوفه دلوقتي. اتفضل يا محمد. يلا يا محمد تعال، جاهز؟ اتفضل اذن. الله شغال. ايه ده شغال؟ يلا. الله اكبر، الله اكبر،
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله عليك. على فكرة محمد ما شاء الله بيأذن في الجامع فربنا يوفقك يا محمد بجد. اتفضل. بعمل زيهم دلوقتي وضعة الاستعداد. دلوقتي هنشوف أكاديمية نيلي بيعملوا مش عارفة واقفة غلط. أكاديمية نيلي بيعملوا استعراض دلوقتي. هنشوف دلوقتي هم عملوا ايه. يلا جاهزين؟ هم دلوقتي مستعدين مش هيردوا عليا. Thank you.
حرفيا ابداع بجد. انا منبهره واقفه ورا الكادر، منبهره بالجمال ده. اكاديميه نيلي حقيقي بذلت مجهود. بشكر استاذ محمد واستاذه ساره على المجهود الرائع من اكاديميه نيلي. بجد انا ما شفتش عرض باليه جميل قوي لاطفال سنها صغير ان يكون بالابداع والتنسيق ده. بجد عاش اكاديميه نيلي بجد والله. انا بعشق الباليه فانا منبهره. تعالوا بقى نشوف استعراض تاني برضو لاكاديميه نيلي، ونشوف الاستعراض هيكون مختلف عن ده. استنونا. يا الله وين اللولو، يا الله وين اللولو.
ودلوقتي وصلنا لاخر فقره وخلصنا الحلقه الاخيره من برنامج ذا جيم للاطفال. كان معانا اكاديميه نيلي للباليه وبعض انشطه بقياده استاذ محمد عبد الغني واستاذه ساره خالد. بما انه احنا كده خلصنا السيزون علشان حاليا في موسم الدراسه، احب اشكر مديره العلاقات العامه استاذه هند البحيري، نسقف لها سقفه كبيره قوي يا جماعة. أستاذة هند البحيري هي مديرة البرنامج ومديرة العلاقات العامة ومديرة قلبي والله، وأختي وصاحبتي، يعني ربنا يوفقها، نسقف لها سقفة كبيرة. طبعا رئيسة التحرير اللي هي على طول متعصبة على كل الناس، كل القناة يا جماعة بيموتوا فيها. عايزة أقول لكم أستاذة مي عبد العظيم، نسقف لها سقفة كبيرة قوي. كمان تيم الإعداد أشكرهم، سواء البنات الأونلاين أو البنات اللي معانا دلوقتي، مهتاب تتفضل ونور تتفضل وسارة تتفضل معانا وفاطمة اتفضلوا. احنا كده خلصنا السيزون، بس برضو عايزه اقول الاستاذ محمد يتفضل معانا واستاذه ساره يتفضلوا معانا. واشكر استاذ نصر، نشكر استاذ نصر يا جماعه. اتفضل استاذ نصر، تعالى يا استاذ نصر، سقفوا له يا جماعه، تعب معانا برضو خلال السيزون. وطبعا استاذ محمد سعد الداعم ليا، واستاذ محمد محمود، واستاذ محمد شاهد، والمخرج اللي النهارده كان متعصب علينا، استاذ محمد دياب اللي كان معانا طول السيزون، وطاقم التصوير، شكرا لكم بجد، وان شاء الله انتظرونا في السيزون اللي جاي من برنامج ذا جيم. لا مش سامع، من برنامج ذا جيم. يلا نقول باي باي.